معلش لا تكلمني عن هذا. ليش؟ سؤال ثاني. ليش؟ لأن في رجال قدموا أكثر ما قدمت أنا. معلش. للتاريخ. أنا ما قدمت، أنا قدمت الكويت، ما قدمت، أنا سويت لوطني لا أكثر ولا أقل. فأرجوك هذا الموضوع كنت نشر عنه كتب ونشر عنه. أنا ما شغلت لحالي، أنا شغلت مع رجال، رجال أتكلم عن رجال نعم. وأنا أتكلم معك تقول لي في هناك أفضل مني، هناك في أكثر مني وفي أحسن مني، وفي رجال معاي تقدموا أكثر مما قدمته أنا. للتاريخ من هم الرجال ما تنسى؟ أديب سويدان واحد، اللي هو أديب سويدان عصام النهام. نعم نعم. فهد سعد العبد الله، فهد سعد العبد الله، خالد رحمة الله عليه، خالد جابر العلي، عبد الله سالم صباح السالم. الله. زين، هذه أسماء أنا أقول لك إياها. فهد جعيب، عرفت شلون؟ شوف الحلو إنه بعد ما انتهى ترى كل واحد راح مكانه. انتبه، ما كان هدفهم إلا الكويت. الله. سمير المطوع، هذه قاعد أتذكر أنا الأسماء. ليش أنا أقول؟ لأن هذول الرجال قدموا، أنا ما اشتغلت لحالي، أنا اشتغلت مع رجال. فبالتالي هذول الرجال، في ناس أكثر مني اشتغلوا وفي ناس سووا أكثر مني، يمكن احنا كنا محترفين أكثر، كنا جايين لأهداف محددة أكثر. لكن هذا موضوع ما أحب أتكلم فيه. ليش؟ لأن في ناس قدموا أكثر مني. احنا ننظر الآن إلى الكويت، اللي كان يهمنا هو الكويت وليس فلان ولا علان ولا كذا. عرفت أخوي؟ الله.